السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. إن شاء الله بهالفيديو رح نراجع مع بعض المحاضرة الثانية. طبعا المحاضرة الثانية هي استكمال للمحاضرة الأولى، بنحكي بشكل عام عن البابليك هيلث. المحاضرة الماضية حكينا عنها من شوية جوانب، وهلا بدنا نكمل عنها من شوية جوانب ثانية. أول إشي رح نحكي إن شاء الله بهاي المحاضرة عن الهيستوري أوف بابليك هيلث، شو هو تاريخ هذا العلم، متى بلش وكيف تطور. بعدين نشوف البريفنشن، كيف يعني كيف من خلال البابليك هيلث احنا ممكن نسوي شغلات وقوانين جد تاثر على حياه الناس. بعدين نشوف الاكتيفيتيز اللي هي نشاطات البابليك هيلث، شو هو بيعمل، يعني شو في هون عندنا تطبيقات، شو هو عمل بابليك هيلث، هون انشطته. بدنا نشوف هون زي ما تحكوا انجازات البابليك هيلث، اوكي، اللي هي الاتشيفمنتس اللي حققها البابليك هيلث، تمام. فعشان ما تدخل المعلومات ببعض، هون رح نحكي عن الاكتيفيتيز، شو اهم الشغلات اللي بشكل عام هو بيعملها. بعدين بدنا نحكي عن اهم الانجازات اللي حققها البابليك هيلث من اول ما انوجد، فهمتوا كيف؟ طيب بعدين بدنا نحكي عن الدايمنشنز اللي هو مجالاته. هلا مجالاته هم 5 مجالات مهمين، تمام، اللي هم هدول. احنا رح نمسك هدول التنتين ونتفصل فيهم، تمام، اوكي. ف او تحديدا لا، رح نحكي احنا اكثر شيء عن هدول التنتين، تمام، او هي واحدة يعني بس شوي متفرعات، بس بشكل عام رح نحكي كثير عن الهيلث بروموشن والهيلث اديوكيشن، رح نتفصل فيهم. فهي في عنا هون هيلث اديوكيشن والهيلث بروموشن، انه كيف الواحد يعزز الصحة ويعلم المجتمع بشكل عام ويزيد الوعي وهكذا في المجتمع، اوكي. طيب فهون كله، بس رح نضل نحكي عن الهيلث بروموشن والهيلث اديوكيشن، اوكي. خلونا نبلش مع بعضينا، بسم الله. اول شيء حكينا رح نحكي عن الهيستوري اوف بابليك هيلث، شو هو تاريخ هذا العلم. هذا العلم لعلمكم يعني بلش قبل الميلاد ب 500 سنة. متى؟ لما بلشوا في عنا موضوع السانيتيشن بالصرف الصحي والنظافة. هذا الاشي بلش من قبل 500 سنة من الميلاد، يعني كثير كثير كان زمان، تمام؟ إذا بتتذكروا أو إذا بتعرفوا كيف بتعرفوا إنه كيف الآثار بشكل عام، الرومان والأنباط وكذا، كانوا كثير يهتموا بالعمران وبالنظافة وبالصرف الصحي وهيك، تمام؟ فهاي الشغلات والصرف الصحي والنظافة والبيئة والشغلات هاي موجودة من كثير زمان، تمام؟ مش مصطلح عام، ولأنه كان يعني يهتم بكل المجتمع ومفيد لكل المجتمع، صنفناه إنه هو هذا أول شيء للببليك هيلث انوجد في الحياة. بعدين عام 1840 the Public Health Act of عام 1848 was established، يعني باليو كي، تمام، عام 1848 اوجدوا زي منظمه او شيء للببليك هيلث، تمام. بعدين يا اعزائي عام 1970، يعني هذا كثير قريب، عملوا ذا انفايرومنتال بروتكشن ايجنسي واز فاوندد، يعني راحوا اخترعوا لنا شيء للحفاظ على البيئه، منظمه عالميه للحفاظ على البيئه، تمام. فعام 2000، عام 500 قبل الميلاد، كانوا كثير يحافظوا على السانيتيشن والصرف الصحي. عام 1840 اليو كي اوجدت لنا شيء للببليك هيلث، منظمه للببليك هيلث. وعام 1970 اوجدوا منظمه برضه كمان عالميه للانفايرمنت، كيف انه احنا نحافظ على الانفايرمنت. ليش طيب احنا بدنا نحافظ على الانفايرمنت والبيئه والنظافه وهاي القصص كلياتها؟ اول شيء لانه يا اعزائي عشان نقلل الملاريا والتي بي، ونقلل الووتر بوليوشن اللي هو تلوث المياه، لانه بيعمل لي كوليرا وكثير امراض، ونقلل الراديشن وتعرض الاشعاع والدخان وهاي القصص، ونقلل الاير بوليوشن اللي هو تلوث الهواء والملوثات والدخان وهاي الشغلات كلياتها، تمام، اوكي. بعدين عام 1918 صار في عندنا الانفلونزا بانديميك، 500 مليون شخص وقتها توفوا بس من الانفلونزا، تخيلوا كيف. فبعديها طبعا صار الببليك هيلث بده يعني ايش احكي لكم، يتطور لقدام عشان احنا نمنع الكوميونيكيبل ديزيز. فعام 1955 صار في عندنا بانديميك ثانيه اللي هي البوليومايلايتس اللي هي شلل الاطفال. فالبوليومايلايتس طلعت عام 1955 وحاولوا كتير يعملوا لها ايراديكيشن، بحيث تقريبا صارت ايراديكيتد عام 1988 بفضل مين؟ طبعا بفضل الببليك هيلث والاديوكيشن والتباعد والابصر شو والفاكسينيشن اللي هي كلها تندرج تحت موضوع الببليك هيلث، تمام. حاولوا يعملوا لها ايراديكيشن، تقريبا صار لها ايراديكيشن عام 1988، بعدين رجعت ظهرت، ولهلا في ناس كثير نادرين بسمعهم البوليومايلايتس. فهي ما صار لها ايراديكيتد، بس تقريبا خلصنا عليها تقريبا عام 1988، بس رجعت وهكذا، تمام. بس كثير هلا قليله، وبالعاده هلا ما بنلاقي حدا ابدا عنده يعني شلل الاطفال، تمام، اوكي. بعدين عام 1986 كانت اول حاله ايدز، وبعديها صرنا ننتبه لموضوع السكشوال ترانسميتد ديزيز، ونعمل هيلث اديوكيشن للناس انه انت لازم تحمي حالك من هاي الشغلات. وعام 1978 رحنا عملنا شو ايراديكيشن للسمول بوكس اللي هو مرض جدري الماء، اللي هو زمان كان موجود، مش نفس الجدري اللي هلا موجود اكيد، تمام، اوكي. فهذا هو تاريخ الببليك هيلث. هون تحديدا كنا نحكي عن موضوع يعني زمان اكثر شيء كانوا متخصصين فيه هو موضوع البيئه والنظافه وهيك، تمام. بس بعدين بالتسعينات هيك بلشوا ينتبهوا برضه كمان بالببليك هيلث على موضوع الكوميونيكيبل ديزيز، ويعملوا فاكسينيشن، يعملوا زي ما تحكوا ايراديكيشن لاي مرض مثلا كان كثير معدي او عمل وباءات كثير كبيره، تمام. فهيك بنكون خلصنا تاريخ الببليك هيلث. ثاني شيء بنحكي عنه اللي هو البريفنشن ثرو بوليسي. هلا البوليسي اللي هي سياسات اخذناها ماده قد الدنيا كانت بسنه اولى، تمام. فبنحكي كيف هاي السياسات ممكن هي جد تعمل لي يعني ديزيز بريفنشن، تمنع كثير امراض.
طبعا معروفين، هم اشهر 3 امثله اللي هو التباجو، اذا بتحكوا موضوع التدخين اللي هو اللو، قانون التدخين. معروف انه انت بس تروح على الجامعه، بس تروح على اي مكان مثلا بالمستشفى، بس تروح على اي مكان مغلق، معروف انه هو يعني ممنوع التدخين، او في اماكن مخصصه للمدخنين، او اي واحد بدخن رح يعني ياخذ غرامه او زي هيك. شنو فهذا الاشي؟ متى بلش؟ من عام 2000 لعام 2004 بلشت كل الدول تحط قوانين علشان تمنع التدخين بالمرافق تاعتها. ليش؟ اول اشي عشان الناس اللي حواليك ما يتاثروا وما يتضايقوا، ثاني اشي عشان انهم هم يشجعوا المدخنين انهم يتركوا الدخان تاعهم. ماشي، هذا اول شيء. ثاني شيء برضو كمان من خلال البوليسيز، من خلال السياسات، اللي هو الاوبيزيتي اللي هي النصاحه، فدايتري تشينج اللي هو التغيير الغذاء الصحي او النظام الصحي، اند بروموشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، انه احنا نشجع الناس انهم هم يصيروا نشيطين ويلعبوا رياضه وهكذا. تمام، فهيك احنا بنقلل الاوبيزيتي والنصاحه لانها كثير مضره وبتعمل كثير امراض. تمام، واخر شيء ايوديزيشن اوف سولت اند فلوريديزيشن اوف ووتر. ايوديزيشن معناها انه احنا نحط اليود. هلا اليود شو فائدته يا اعزائي؟ اليود كثير مهم يعني للثيرويد جلاند. شو الثيرويد جلاند؟ هاي غده موجوده بالرقبه، تمام، وهي هيك بتيجي على شكل فراشه. تمام، هلا هاي الغده موجوده بالرقبه، كثير مهم لها اليود عشان تضل طبيعيه. طيب اليود اذا احنا ما اكلنا، هذا كثير بيجي من السمك وهاي القصص. طب لنفترض احنا ما اكلنا يود، كل بساطه بصير في عندنا مرض اسمه جويتر، تضخم الغده الدرقيه، اللي هو شو احنا برضو كمان له اسم ثاني اللي هو الهايبر ثايرويدزم. فاحنا عشان نمنع هذا الهايبر ثايرويدزم صرنا نزود اليود للناس بالملح تاعهم. فاحنا هلا السولت الملح تاعنا مش بس ملح على حاله، لا، هم حاطين لنا فيه يود. ليش؟ لانهم ما راح يستنوا كل واحد فينا يروح يدور على اليود بالاماكن اللي فيها يود، سمك ولا خضار ولا بصل وين وياكل. هلا هاكو خلص، خلينا نجبرهم كلهم ياكلوا يود عشان مش كل المجتمع لقدام يصير في عنده هايبر ثايرويدزم ويصير عندهم مرض الجويتر وتتضخم الغده الدرقيه. ترى هذا الجويتر بكون الواحد رقبته قد الدنيا كثير تتضخم الرقبه. فعشان هيك، عشان احنا نحمي حالنا من هذا الموضوع، صارت الحكومه من غير ما احنا نعرف، يعني انا متاكده انكم كلكم ما بتعرفوا انه الملح تاعنا فيه يود. ليش ضافوا اليود؟ عشان كلياتنا ما يصير في عندنا جويتر. تمام، برضو كمان الفلوريديشن اوف ووتر اللي هو انه احنا ضفنا ماده الفلورايد. هلا الفلورايد كثير منيحه للاسنان، بتمنع تسوس الاسنان وبتمنع كثير اضرار الاسنان. فعشان هيك احنا المي تاعتنا من البلديه نفسها هي اساسا بيكون فيها ماده الفلورايد. تمام، فهذول سياسات من الحكومه اللي هي منع التدخين، تعزيز النشاط الصحي والأكل الصحي، زيادة اليود في الملح والفلورايد بالمي، كلها هاي سياسات عشان صحتنا. هم هدول سياسات بوليسيز الحكومة بتعملهم عشان تزيد لنا وتعزز لنا صحتنا. طيب هلا شو في عندنا الاكتيفيتيز؟ شو هي النشاطات اللي بيقوموا فيها جماعة البابليك هيلث، او انت كحد بدك تتخصص بابليك هيلث؟ شو البابليك هيلث بيعمل بالمجتمع؟ هم 11 نقطة لازم نحكي فيهم بالتفصيل. تمام، هلا هدول بصراحة لازم تفهموهم لأنه ممكن يجوا بالامتحانات على شكل أمثلة أو على شكل تعداد. تمام، فالببليك هيلث أول إشي لما يكون أنا في عندي إبيديميك زي أيام الكورونا، شو وظيفة الببليك هيلث؟ اللي هي بريفنت إبيديميك، إنه يمنعها من الأساس. طب صارت إنه نمنع بريفنت السبريد أوف ذا ديزيز، نمنع قد ما نقدر انتشار المرض، نعمل حجر صحي، نعمل سياسات، قوانين، عقوبات، توعية علشان إحنا نمنع السبريد أوف ذا ديزيز. اثنين، protect against environmental hazard، اي شيء من الانفايرمنت من البيئه المحيطه فيه ممكن تاثر سلبا على صحه الافراد انا بمنعها. زي شو؟ زي اللي هو الهيت ستروك اللي هي ضربه الشمس. تمام، يعني مثلا احنا هلا معطلين، ليش؟ لانه الدنيا شوب صح، فليش طبعا الجامعه عطلتنا؟ لانه ممكن الشوب هذا يعمل ضربه شمس لواحد ياثر سلبا على صحته. تمام، فهاي من الهيلث بوليسيز ومن الهيلث الببليك هيلث تاع الجامعه تاعتنا انها هي منعتنا نداوم بيك شوب. تمام، نفس الشيء النوز الازعاج، برضو هذا المفروض انه احنا شو البابليك هيلث يمنعوا الراديشن، الاشعاع، البوليوشن اللي هو التلوث بشكل عام، سواء تلوث الهواء او المي او واتيفر، يعني كله يعتبر تلوث، يعني المفروض انه هذا كله يكون انه نعمله احنا بريفنشن. اوكي، تمام. ثلاثة، ريسبوند تو ديزاستر. شو هي الديزاستر؟ الزلازل، البراكين، الفيضانات، كلها لازم احنا نستجيب لها بطريقة صح. تمام، علشان نقلل الاخطار، نقلل الوفيات قد ما نقدر. اللي بعدها اللي هي prevent injuries اللي هي منع الإصابات. هلا الإصابات من وين ممكن تيجي؟ ممكن من البيت، ممكن من حوادث السير، ممكن من طوش، ممكن من كتير أماكن، ممكن من الهزر نفسهم اللي حكينا عنهم فوق اللي هم disaster. فكتير في عندي أنا زي ما تحكوا طرق للإنجري. تمام، من ضمنها مثلا الهوم إنجري اللي هي الإصابات المنزلية زي الحروق أو CO poisoning اللي هو تسرب الغاز،
او يوز سيت بيلت اللي هي استخدام حزام الامان، كلها هاي شغلات مهمه عشان احنا شو بريفنت انجري. او فولز امونج الدرلي بيبل اللي هم الوقوع، تعرفوا انه الناس اللي كثير كبار بالعمر عرضه للوقوع اكثر من غيرهم، ممكن يوقع يجع راسه، ممكن يوقع ينكسر عظمه، ممكن يوقع يصير عنده تشوه للابد، يبطل يقدر يمشي. فهاي الشغلات كلياتها الببليك هيلث بيحاول قد ما يقدر انه هو شو يمنعها، تمام؟ فبنصير نحاول قد ما نقدر انه احنا نمنعها، بنصير نحاول الناس مثلا اللي عندهم اعاقات معينه نساعدهم بالحركه ما يوقعوا، نعملهم مثلا شارع معين او زي هيك شيء، تمام؟ اللي بعدها اللي هي بروموت هيلث بيهيفير، انه احنا نشجع التصرفات الصحيه، يعني نشجع الاكل الصحي، نشجع ممارسه الرياضه، نشجع النوم الصحي، كل هاي الشغلات، تمام؟ ستة اللي هي assure the quality, accessibility and accountability of the health service. اول شيء شو هي الهيلث سيرفيس؟ هي المراكز الصحيه، المستشفيات، العيادات، كلها هاي القصص. لازم احنا نتاكد من ثلاث شغلات فيهم. اول شيء الكواليتي اللي هي جوده الخدمات المقدمه. اثنين الاكسسبيلتي، انها هل هي متاحه ومتوفره للجميع، يعني هل هي قريبه من الكل، مثلا بعمان في مستشفى، باربد في مستشفى، بالزرقاء في مستشفى. واخر شيء الاكاونتبيلتي، انه السعر يكون مجاني او رخيص بحيث انه الكل يقدر يروح على هاي المرافق الصحيه. سبعة monitoring the health status of the population، إنه إحنا نراقب صحة المجتمع ونشوف المجتمع تاعنا young ولا old، شو الأمراض المنتشرة أكثر، شو سببها، نحاول دائما نأخذ feedback من الناس، نحسن حالنا كل سنة وهيك، تمام؟ أوكي. mobilizing community action، يعني نقارن سنويا وضع المجتمع وانتشار الأمراض. مثلا السنة هاي كم واحدة صار في عندها breast cancer؟ طيب احنا بدنا نحاول نقلل البريست كانسر، شو بدنا نعمل؟ طيب السنه اللي بعدها بنصير نقارن البريست كانسر هاي السنه مع السنه اللي قبلها، مفروض اني انا اشتغلت اني اقلله، شو صار فيه وهكذا. او مثلا الضغط والسكر، انا والله شايفه انه كل سنه انا عم بتشخص في عندي 1000 او 1000 قليل اكيد، يعني 10000 واحد كل سنه بصير عندهم بالاردن ضغط، فانا بصير شو اعمل سياسات اقلل من هذا الاشي، والسنه اللي بعدها اصير اقارن كل سنه مع اللي قبلها واحاول دائما اني انا اكون للاحسن، تمام؟ اللي بعدها researching out to link high risk to hazard to reach people، يعني أنا دائما بدور على الهاي ريسك، يعني الناس اللي عندهم عوامل خطورة لحدوث مرض معين، هذول أنا بدور عليهم. وبرضو كمان عمين بدور على الهارد تو ريتش بيبل، الناس اللي صعب تلاقيهم، اللي هم مين؟ المرأة اللي زوجها بيخليهاش تطلع من البيت، الطفل اللي أبوه ما بيرضى يعالجه، الأم اللي ما عم بتودي ابنها على التطعيم، الناس اللي ما معهم مصاري يجوا. فإحنا لازم هذول نوصلهم، هم hard to reach people to need services، ناس مش قادرين يوصلوا السيرفيسز. فبرضه من مهام البابليك هيلث انها هي تساعدهم انهم يوصلوا على المرافق الصحية، تمام؟ برضه كمان researching to develop a new يعني solution، مش يعني هذا الحكي، مثلا انا في عندي مشكلة بالمجتمع الاردني، بعمل عليها دراسات عشان اثبت انها موجودة واخاطب الجهات المسؤولة بتحسينها. يعني مثلا انا كسندس هلا احنا شغالين على بحث الامراض النفسية بشكل عام بالاردن، وشو هي الليميتيشن، شو هي الشغلات اللي بتقلل وصول الناس للمرافق الصحية او المرافق النفسية بشكل عام. وجدنا من ضمنها انه والله بصراحة طلع عدد الدكاترة النفسيين بالاردن كلها، اللي جوا الاردن واللي برا الاردن والخاص والحكومي، كلهم 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 مع بعض ما بيتجاوزوا 150 دكتور، تخيلوا. فهم كتير قلال، زائد كتير غالي اذا بدك تروح دكتور نفسي، رح تدفع له بالجلسة الواحدة 75 دينار، زائد ثقافة العيب، زائد الأدوية ممكن في ناس باخدين عنها فكرة انها بتعمل إدمان. هاي كلها عوامل انا بعملها ريسيرش، بعملها بحث، وبروح بسأل الناس وبعمل كويستشنير. طبعا موضوع الأبحاث انتوا ممكن لا مش كتير بدري عليكم، عادي اللي بيقدر يبلش بالأبحاث بيقدر، بس هو كتير مهم عشان احنا نأكد المشاكل مثل الموجودة بالأردن بهذا الجانب ونسعى لتطويرها. كثير عملنا أبحاث كلهم بالنهاية شو هدفهم؟ تطوير الرعاية الصحية عن الأحسن، إثبات المشاكل الموجودة ونعرف بالضبط شو كل عامل بيأثر والنسب وكذا عشان نحسن وضع الصحي لقدام بالأردن أو بالوطن أو بالمجتمع بشكل عام، تمام؟ واخر شيء انه احنا نعمل بوليسي وبلاننج، يعني نحط سياسات وقوانين وبلاننج خطط علشان احنا شو ننفذها. هاي كلها هي الاكتيفيتيز للببليك هيلث، هي الشغلات اللي بقوموا فيها بشكل عام الببليك هيلث، تمام؟ اوكي. طب شو هي اهم الاتشيفمنتس، اهم الشغلات اللي تحققت بفضل الببليك هيلث؟ هم 10 شغلات. اول شيء الفاكسينيشن، الحمد لله احنا بالاردن المولود اول ما يولد بيروح امه كل شهرين كل شهر بتضل تعطيه مطاعمه، من اهم المطاعم هم هدول الدكتور حكيتهم احفظوهم. برضو كمان هاي اللي هي شو اللي هي منع شو اسمه حوادث السير عن طريق السيت بيلت اللي هو حزام الامان. سيفر ورك بليس اللي هو انه اماكن الشغل صارت مثلا خلينا نحكي امنه اكثر. تذكروا اللي فوق حكيناهم اللي هم وينهم ولا مش فوق حكيناهم المحاضره الماضيه؟ حكينا عن الاكيوبيشنال هيلث، تتذكروا حكينا انه احنا كثير مرات بصير في عندنا امراض بسبب الوظيفه تاعتنا، ممكن احنا كدكاتره يصير في عندنا ديبريشن او انكزايتي او انفكشن، اني انا المريض يعديني صح ولا لا، ممكن يعمل لي هيباتايتس،
فعشان هيك احنا بنصير كدكاتره لعلمكم انتم ان شاء الله بس تصيروا سنه رابعه لازم تاخذوا مطاعيم كثير، مثلا من ضمنها هيباتايتس، هيباتايتس بي. هلا الجامعه احنا للاسف الهاشميه ما بتوفر لنا اياه، مع انه بالاردنيه بيعطوا لكل الطلاب تخصصات طبيه، تمريض، تحاليل، كذا، كلهم بياخذوا طب طبعا، بس احنا بالهاشميه بصراحه ما بيعطونا اياه. فبدك انت تجتهد وتروح على دكتور وتاخذ مطعوم هيباتايتس بي، لانه ممكن بالمستشفى تجيك هيباتايتس بي ولا سمح الله يصير في عندك ليفر سيروسز والليفر كانسر وكثير شغلات سيئه، تمام؟ فاحنا هيك بنعمل شو؟ سيفر ورك بليس، اماكن للعمل امن عن طريق هاي الشغلات كلها ما احنا نعملها، تمام؟ اوكي. برضه كمان كنترول اوف انفكشس ديزيز، يعني انه انا بعمل كنترول لاي مرض معدي عن طريق شو؟ عن طريق الفاكسينيشن او عن طريق كلين ووتر. لما انا اعقم الاكل تاعي معناها انا ما رح يصير في عندي تسمم ببكتيريا، او لما اعقم المي قبل ما اشربها ما رح يصير في عندي تسمم مثلا كوليرا وهكذا، والفاكسينيشن اللي هي المطاعم اكيد، تمام؟ برضو كمان this line in death from coronary heart disease and stroke اللي هي الجلطات بشكل عام، صارت تقلل الجلطات عند الناس. ليش؟ لانه صرنا نحكي لهم قليل الكوليسترول، الكبار بالعمر انتوا خذوا اسبرين احسن عشان ما تنجلطوا، اضلكم اعملوا سكرينينج، اعملوا فحوصات مبكره، اعملوا انجيوغرام، اعملوا شبكيات، هاي كل هالشغلات قللت من الجلطات وقللت من الوفيات اللي عم بتصير من وراء هاي الجلطات، تمام؟ برضه موضوع الفاميلي بلاننج اللي هو تنظيم النسل. هلا ما في ولا وحده متزوجه الا بتكون عارفه انه لازم تبعد بين الاحمال، وبتكون عارفه عن طرق مثلا خلينا نحكي تنظيم النسل، عارفه كل هاي القصص. وان شاء الله انتم كمان في الرابعه رح تاخذوها بالفاميلي ميديسن، رح تاخذوا الفاميلي بلاننج وتصيروا تقعدوا مع النسوان وهالقصص. طيب برضه كمان الفلوريديشن اوف درينكينج ووتر رح حكيناها قبل شوي، تاباجو يوز اللي هو التدخين حكينا عنه قبل شوي، هيلثير مذر اند بيبيز اللي هو رعايه الامومه والطفوله، واخر شيء اللي هو سيفر اند هيلثير فودز، انه الاكل يكون صحي وكمان امن، تمام؟ اوكي. فاحنا لازم نقلل الكربوهيدرات والفات ونزيد البروتينات والفيتامينز، اوكي؟ طيب هلا الدايمنشنز اللي هي الجوانب تاعت البابليك هيلث، هم الخمس جوانب اوكي للبابليك هيلث لازم كلهم يهتم فيهم البابليك هيلث، اللي هي الهيلث بروموشن والهيلث ادوكيشن تعزيز الصحه وتوعيه المجتمع، ديزيز بريفنشن منع الامراض، والهيلث بروتكشن اللي هي شو؟ زي ما تحكوا حمايه الصحه تاعت الانسان. برضه كمان الريهابيليتيشن يعني اللي هي زي العلاج الطبيعي والوظيفي بعد ما الواحد يوقع وينكسر او يصير مع اي نوع من انواع السرطانات ويصير عنده مشكله، اكيد بتعرفوا انه بصير يروح على العلاج الفيزيائي والطبيعي وهي القصص، تمام؟ الديسابيليتي ليميتيشن يعني انه احنا بنقلل الاعاقات قد ما نقدر. زي كيف مثلا والله انا في واحد صار عنده ستروك جلطه دماغيه، ممكن يصير معاه شلل لقدام وممكن يصير معاه كثير شغلات. برضه كمان الام اي اللي هي الجلطات القلبيه، هلا احنا كيف بنقلل من هاي الشغلات؟ عن طريق الايرلي انترفنشن، يعني المريض اول ما يجيك على المستشفى مشلوط لازم انه انت تعطيه مثلا دايركت دواء، اذا بده صوره تصوره بسرعه، اذا بده اي عمليه تعملها بسرعه. ليش؟ تو ديسابيليتي ليميتيشن، يعني لازم انت تقلل الاعاقات عنده. كيف؟ عن طريق انك تتدخل بسرعه، تعمل له العمليه بسرعه، تعطيه الدواء بسرعه وهكذا، مش تتركه تيموت او ينشل او يصير عنده اعاقات، لا بدك. واخر شيء اللي هي الايرلي دايجنوستس اند بروموت تريتمنت، ماشي؟ انه احنا نشخص بدري ونعالج بدري عن طريق كيف؟ الفحوصات المبكره. انتم بتعرفوا ان الفحوصات المبكره مش بس للسرطان، لكثير امراض ثانيه زي الضغط، السكري، كثير شغلات كمان كلياتها هاي بتعزز الصحه من خلال انه احنا نكشف الموضوع بدري، فعلاجه بيكون اسهل واضمن. اوكي تمام، هذول هم الدايمنشنز اوف بابليك هيلث. انا سوري والله طولت، صار 20 دقيقه، فخلونا نحكي هلا عن موضوع الهيلث ادوكيشن. هلا الهيلث ادوكيشن هو معناه اني انا اقدم انفورميشن، معلومات اند ادفايسز اللي هي نصائح للناس. ليش؟ علشان يكتسبوا النوليدج، المعرفة، الاتيتيود اللي هو السلوك، والسكيلز اللي هي المهارات علشان يكون عندهم صحة أفضل، تمام؟ أوكي. فالhealth education defined as any combination of learning experience، أي إشي أنا عم بعلمه للناس بيكون هو شو؟ إشي بروفيلاكس، بيكون هو إشي هون شو؟ لأني أنا عم بعلمه فهو health education، تمام؟ فالhealth education هي نصائح، معلومات، تحت شو حكولنا؟ experience، خبرات، المهم إنها هي إشي أنا عم بعلمه للناس. ثواني شوي بس بديم هذه بالغلط محطوطه هون، اوكي تمام. ف وهو لازم ترى هو يكون هون إشي فولنتري، يعني لازم يكون هو طالع منهم، يعني انا عم بوعيهم عشان هم يمارسوا رياضه، بوعيهم عشان هم ياكلوا اكل صحي، فهمتوا كيف؟ فعشان هيك هذا الإشي كله بيكون فولنتري، يعني بيكون هم عملوه بس انا اقنعتهم او انا علمتهم، فهمتوا كيف؟ يعني هون ما بيكون إشي اجباري، مش انها هي قانون، لا هون انا علمتهم ووعيتهم بس، فهمتوا كيف؟ طيب شو هي الاوبجكتيفز وشو هم الايمز تاعونها؟ الاوبجكتيفز انه انا اعلم الناس، احفز الناس، وادل الناس كيف يكونوا صحيين اكثر. اما اهدافها الايرلي دايجنوستس، يعني انا بعلم الناس علشان يتشخصوا بدري، يعني بعلمهم مثلا على الفحوصات المبكره، او مثلا بعلمهم بشكل عام كيف يحافظوا على صحتهم وكيف يمنعوا الامراض عن حالهم، او بشكل عام بعلمهم انهم هم كيف يعني يستغلوا المرافق الصحيه بشكل صح،
احكي لهم انه احنا عندنا عيادات لمنع التدخين، اذا انت بتدخن وحابب تترك هاي العاده السيئه احنا عندنا ترى هيك عيادات. مثلا في ناس ما بيعرفوا يحرم، في ناس ما بيعرفوا انه في ادويه بياخذوها الناس وهم بيبطلوا تدخين عن جد بتساعدهم كثير انهم يتركوا الدخان، في ناس يعني ما بيعرفوا كثير شغلات ممكن احنا نساعد المجتمع، نحكي لهم انه بلا احنا عندنا عيادات لهي الشغلات بتساعدكم انكم تبطلوا عاداتكم السيئه. تمام، هذه هي الهيلث اديوكيشن بشكل عام. الهيلث اديوكيشن معناها انه انا بعلم وبنصح وبوعي الناس بس ما بشبرهم على شيء معين عشانهم عشان صحتهم. اوكي، اما الهيلث بروموشن لا، الهيلث بروموشن هون انا بحط بوليسي، بحط سياسه من عندي بخلي فيها خاوه الناس يصيروا صحيين اكثر. فهمتوا كيف؟ كيف يعني نو سموكينج، بمنع الدخان وبحط غرامه على اللي بدخن، سيت بيلت بحط والله غرامه للناس اللي مش لابسين حزام، فلوريديشن اوف ووتر انا خاوه عند الناس من غير ما هم يعرفوا عم بحط لهم مثلا ماده الفلورايد بالووتر عشان اسنانهم. تمام اوكي، فهاي اشمل من الاديوكيشن، هون بكون في تدخل من الحكومه وبحطوا لهم بوليسيز، بحطوا سياسات وقوانين وعقوبات وهكذا. تمام، فهاي شو تعريفها؟ The process of enabling people to increase control over and improve their health. يعني أنا عم بخلي الناس تزيد صحتهم بس ما وعيتهم ولا نصحتهم ولا شيء، أنا هون أجبرتهم أو مش أجبرتهم، هنا نحكي يعني أنا أدرى بمصلحتهم فبحط لهم فلورايد وبمنعهم التدخين وبخليهم يحطوا لهم دماء. تمام؟ فالهيلث بروموشن هي عبارة عن الهيلث education زائد البوليسي، يعني أنا هون حطيت شو؟ قوانين. أوكي؟ طيب فبس هلا هي شو بتتناول؟ الهيلث بروموشن يتناول الإديوكيشن والانفايرمنت، اني انا اخلي الانفايرمنت صحيه اكثر، البيهيفيرال تشينجز اخلي الناس تكون عاداتهم صحيه اكثر، يعني يحط مثلا حزام الامان ممنوع الدخل هون وهكذا. برضو كمان لايف ستايل تشينجز، متى اصحى متى انام شو اكل، هالشغلات كلها الهيلث بروموشن بيساعدك انك انت تكون صحي بهاي الشغلات. والنيوتريشن انترفينشن يعني من ناحيه الغذاء والاكل، كيف كل بساطه مش هون حكينا الفلوريديشن اوف ووتر، برضو كمان او الايودرايزيشن اوف سالت، هاي الشغلات كلها انا بحط اليود بالملح، بحط الفلورايد بالمي، بحط عناصر غذائيه وفيتامينات بالمي، هاي الشغلات الحكومه بتعرفها من غير ما احنا يعني الحكومه بتعملها من غير ما احنا نعرف علشان موضوع الهيلث بروموشن. اوكي طيب، في عنا هون شويه امثله مثلا كيف انه احنا بنعزز الرضاعه، بنعزز الاكل ابصر شو السكشوال ترانسميتد ديزيز بنقللهم وهكذا. انا بصراحه علشان الوقت ما بدي اقراهم كلهم بس انتوا اقراوهم، هذول كيف انه الحكومه بتعمل الهيلث بروموشن. تمام اوكي، بقى هذا لمين؟ هذا للهيلث بروموشن. اما هذول امثله لمين؟ للهيلث اديوكيشن، كل فئه عمريه كيف احنا بنعملها هيلث اديوكيشن. يعني الاطفال قبل المدرسه شو بنعلمهم وشو بنوعيهم، اطفال بعمر المدرسه شو الشغلات اللي انا راح اواعيهم فيها، المراهقين شو الشغلات اللي لازم نوعيهم فيها، الاهل شو لازم احنا نوعيهم، والناس الكبار بشكل عام شو الشغلات اللي لازم نوعيهم فيها. تمام، فهون في عندنا امثله على الهيلث بروموشن وفي عندنا هون امثله على الهيلث اديوكيشن. تمام اي ثينك خلص هذا اخر صفحه، معلش ان طولت عليكم بهذا الفيديو اللي هي هون عن الهيلث بروموشن شو هو بيعمل. زي ما حكيناها فوق بيعمل بوليسيز، بيعمل قوانين، بيعمل سبورت انفايرمنت، بخلي حواليك بيئه صحيه تساعدك انه انت تصير صحي، سترينثن كوميونيتي اكشن يعني بشكل عام كل المجتمع بتخليه وبتعززه انه هو كله كامل حيكون صحي زيك، مثلا الكل لازم يلبس حزام امان او الكل عم بنحط له ملح بالابصر شو زيك. تمام برضو كمان health promotion strategies directed toward the individual، يعني انه احنا بنحافظ على شخص انه هو انت لازم تكون صحتك منيحة وانت لازم تكون صحتك منيحة وانت عشان الشخص بحد ذاته يكون هو صحي، مش بس والله احنا بدنا الدولة كاملة ما يمرضوا عشان احنا ما نعالجهم، لا احنا بنهتم بالفرد كفرد. تمام، وبآخر شيء reorient health services، يعني انه احنا نحسن خدماتنا الصحية، نحسن مستشفياتنا، نحسن مراكزنا الصحية علشان احنا صحتنا كلياتنا تصير احسن. تمام، فالهيلث بروموشن اول شيء انا بركز على من هي الفئه المستهدفه اللي هي الفوكال او البيرسونز، بدي اعرف مين هم اللي انا بدي اعمل لهم هيلث بروموشن. تمام، بعدين بدنا نشوف الكوميونيكيشن كيف توصل المعلومه بطريقه صح، كيف اسلوب توصيلك او كيف اسلوب مثلا انا بدي امنع الدخان شو هي الشيء اللي بدي اعمله، راح امنعه جوا المستشفى وجوا الجامعه وكذا وكذا، هاي هي الكوميونيكيشن. راح احط مثلا هاي اللائحه بتاعت ممنوع التدخين راح اعلقها هون وهون وهون. تمام، واخر شيء بصير في عندي التشينج اوف بيهافير، هدفنا النهائي انه تتغير سلوكات الافراد. تمام اوكي، هلا هون البروسيس اوف هيلث بروموشن، كيف بيصير انا في عندي الهيلث بروموشن؟ بكل بساطه انه انا بمسك الناس سواء كانوا انديفيدجوالز اشخاص او جروبس او بوبوليشن، يعني المجموعات او المجتمع كامل او الافراد، بعملهم education بعلمهم، counseling استشارات شو ما عندهم سؤال بجاوبهم، economic changes اللي عندهم مشاكل بالفلوس ممكن احلله اياها، logistic changes policy or organization changes يعني ممكن انا اغير سياسات او قوانين، بعدين شو بصير في عندي الامباكت التاثير، يعني بعد ما انا اعلمهم واسمع استشاراتهم واساعدهم بالامور الماليه واغير مثلا قوانين معينه عشان تصير صحتهم احسن، شو اللي راح يصير المفروض عندهم؟ انه behavioral educational change، انه behavior تاعهم سلوكاتهم تتغير، والsocial and economic environment changes يعني انه من ناحيه مجتمع كمجتمع يتغير، كشغلات اقتصاديه تتغير، يعني مثلا نجيب دواء
ايه اللي هو ارخص من دي، بس هما الاثنين نفس الافكت. او مثلا نساعد المجتمع ان هو يتخلص من عادات مجتمعيه سيئه مثلا موجوده عنده، تمام. بالاخير بصير في عنا بيتر هيلث، وبصير في عنا كواليتي اوف لايف احسن، تمام. ام سوري عم بشرح بسرعه كثير، بس عشان نبدا الفيديو انه يكون كثير طويل عليكم سامحوني، انت خفت شوي عليكم فيه، بس ان شاء الله انه يكون ساعدكم، وضح لكم المفاهيم وهكذا. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.